السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، تفضل. جمعنا فلوس عشان ننور الطريق وديناها موظف، فهل هذا يكون رشوة يا شيخنا ونأثم على ذلك ولا يكون من المصلحة العامة؟ هل أنتم أخذتم حق غيركم أم لا؟ لا، لكن الأعمدة المتحركة وهي كانت المفترض أن بيسلمها في المخزن. يعني أنتم لم تأخذوا حق غيركم. لا بأس، لكن بعد ذلك لا تفعل مثل ما فعلت.